السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم السمان الخطيب أخصائي الطب العربي الأصيل. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن عجبة مفيدة جدا، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. هنتكلم عن عشبه اتكلم عنها القدماء من الاطباء العرب المسلمين وغير المسلمين في كتبهم القيمه اللي سابوها تراث لينا، كتير من الكتب بتاعتهم زي ابن سينا وابن البيطار والرازي والناس المحترمه اللي سابوا لنا حاجه قيمه جدا. العشبه اللي هنتكلم عنها دي اول حاجه بتعالج الصداع، تاني حاجه بتعالج انسداد الشرايين، ثالث حاجه بتزيل الحمى، رابع حاجة بتقوي الكبد، خامس حاجة بتفتت الحصوة اللي في الكلى، سادس حاجة بتدر الفضلات، سابع حاجة العشبة اللي معانا بتذهب الإعياء والتعب من الجسم، بتزيل الحبوب بتاعت البشرة، حب الشباب. ده كل ده في الطب القديم، الطب الأصيل القديم بتاع أجدادنا. أما في الطب الحديث عملوا أبحاث لقوا إن هي بتنشط الهضم، لقوا إن هي مضادة للتشنجات المعدة والمغص المعوي، مفيدة جدا للمرارة، بتعالج الإسهال خصوصا عند الأطفال، مفيدة جدا للمسالك البولية، قلنا قبل كده بتعالج برضك الصداع، تخفف آلام الدورة الشهرية عند النساء. من الحاجات الجميلة إن هي بتستنشق بنشمها كده للي عندهم التهابات في الجيوب الأنفية، بتعالج التهابات العيون والرمد لو إحنا عملنا منها كمادات، بتتعمل غسول للشعر لو في قشرة في فروة الراس، بيسموها في الكتب القديمة عين القط أو بيسموها الكاموميل أو زهرة البابونج. يبقى عشبتنا النهاردة كان اسمها زهرة البابونج أو زهرة الكاموميل المشهورة الجميلة اللي بتصدر لدول أوروبا وبيعملوا منها حاجات كتيرة جدا. وبس، ويا رب أكون فدتكم بمعلومة جديدة، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. وفي النهاية لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.